يبقى طبعا تحتها سؤال بسيط، ممكن مثلا ايه الدياجنوزيس، ايه المانجمنت، ايه الديفرنشال دياجنوزيس بتاعك. ده لو امتحان الاوسكي اللي هو الصور، تمام. طبعا بيدخل من ضمن الصور اكس راي، لكن بيبقى نزل لك صوره او صورتين، حاجه الانفكشن، حاجه زي ما احنا قلنا الحاجات اللي هي الجديد معروف، تمام. ده كده كان امتحان الاوسكي ده على النظام برضه اللي هو الايه زي الراوندات اللي فاتت. يعني في مشكله في الصوت؟ طيب تمام خير. نيجي للجزء الثاني اللي هو الجزء بتاع السكيل لاب. السكيل لاب احنا كنت بتدخله لجنه من 3 ايام، يعني اما انك انت تدخل السكيل لاب على نيونيتال ريسستيشن، يا اما على السي بي ار الكارد بالمونري ريسستيشن، يا اما على الرايل انسرشن. هي اسهل حاجه طبعا الرايل انسرشن، بيبقى طالب منك بقى، بيبقى جايب لك طفل وجايب لك اللي هو الرايل او نازل جاستريك تيوب ومعاه السرنجه، ومطلوب منك ان انت يعني بتعرف ازاي بتدخله. ايه اهم حاجه؟ ده انا اعرف اقيس ازاي، بقيس من اول النوستر لحد التريجس، وبعد كده من التريجس لحد السترنم، وبركبها وبدخله عن طريق النوستر وبمشي بالراحه. بس لازم اعمل الاول ابلكيشن، او زي ان انا ايه بحط بارافين اويل او اي اويل على الرايل وانا بدخله، تمام. يجي السؤال اللي وراه، طب انت اتاكدت ازاي انك انت دخلت الرايل صح مظبوط؟ اول حاجه بعمل بجيب السرنج، عشان كده جايبها لك، بملاها هوا وبخلي حد يدوس يعني يفضي الهوا جوه الرايل، وانا بحط السماعه عند الايه عند اللي هي الابيجاستريك اريا. المفروض ان انا بسمع صوت دخول الهوا في الاستومك، فدي اول علامه. يبقى اول علامه اسكتيت الصوت ده في الاستومك. العلامه الثانيه ان انا اعمل العكس بقى، اسحب بالسرنج، يعني ادخل السرنج كده كاني بسحب من الرايل، هيطلع الجاستريك كونتنت يعني محتوى اللي هي العصاره بتاعه المعده يعني بمعنى اصح. اول حاجه الثالثه ان انا اصور اكس راي واشوف الايه الرايل هو واصل لحد الاستومك. طبعا هتبقى بعد كده بقيه الاسئله، ايه الانديكيشن انك انت تركب نزل جاستريك تيوب لحد؟ طبعا حالات الفيدنج زي ما اتكلمنا المره فاتت في حالات اللي هي الجاسترونتريتس او الدايريه، تمام. دي في البلان بي ان انا بدي الاورال فيدنج بتاعه عن طريق الرايل لو رفضوا. طبعا امتى بيرفض او امتى ايه الانديكيشن ان انا ادي واحد رايل فيدنج مكان الاورال فيدنج؟ اشهرها ان يبقى في مثلا ان هو في بومتنج، ان هو كوماتوز، ان هو رفض الاورال انتيج بتاعه، تمام. طيب او ان انا غير الفيدنج خالص، انا ممكن بعمل جاستريك ووش. الجزء بتاع البويزنينج في حاجه اسمها جاستريك لافاج او جاستريك ووش، ان انا كل فكرتها ان انا بعد ما بركب الرايل بحقن ميه بملح وابدا اطلع ايه يعني كاني بعمل عمليه غسيل، بحط الميه دي وبعد كده استنى عليها شويه وابدا اسحبها تاني كانها بتغسل الايه الاستومك. او رقم ثلاثه الانديكيشن الثالث ريليف الديستنشن في حالات الانتستاينال اوبستراكشن، العين عنده امتداد معوي، انا محتاجه ان انا افضي الانتستاينال كونتين، فبالتالي بركب رايل وببدا اعمل ايه اسبريشن، اسحب الايه الكونتنت بتاعت او جاستريك كونتنت. ايه السايد افكتس او الكومبليكيشن ممكن تحصل معايا من اول البليدنج؟ ان انا الحاجه الثانيه ان انا ادخله غلط في التراكيه، ان انا اعمل انجري للعيان، ان انا اعمل ديستنشن وانا بحقن جامد او كده. فكل دي كومبليكيشن سهله ما فيهاش مشكله. خلاص دي كده اول لجنه من لجنه السكيل لاب خلصت. اللجنه الثانيه في السكيل لاب بتبقى ان انا نيونيتال ريسستيشن، تمام. طيب النيونيتال ريسستيشن عندي هو في الجوريزم كده موجود عندنا في الكتاب القسم اللي هو صفحه 83، متكلم على ان انا كل نيونيتال ريسستيشن المفروض بتاخد معاك على الاقل يعني ايه دقيقتين. اول حاجه بشوفها على طول اللي انا بشوفها للطفل ده تيرم ولا لا، يعني نزل على 9 شهور ولا لا، هل هو بريسنج وكراينج بيبكي وبيصرخ، التون بتاعه كويس يعني بيحرك ايديه رجليه ولا لا. لو كويس خلاص انا بدخل على مرحله حاجه اسمها الروتين كير، بسلمه لمامته بس بدفيه، بعمل عمليه الكليرنج للايروي، بشفط سكريشن من النيزل كافيتي من الاورال كافيتي واعمل له دراينج وبقى ايه مخليه مع مامته. طب الطفل مش كده يعني، مثلا هو معروف انه بريتيرم، او مثلا مش بياخد نفسه كويس، ما صرخش، ما فيش تون، يعني نازل فلاسد خالص، تمام. يبقى انا ابدا اعمل عمليه الريسبتيشن اللي هي بتاخد 30 ثانيه، ابدا اعمل وورمنج للطفل بدافيه، بنحط زي تحت زي في الحضانات عندنا في زي دفايات بتتحط فيها، ابدا اعمل كليرنج للاير واي بالشفاط، تمام، جهاز سكشن تشويط، ابدا اعمل دراي وابدا اعمل استيميليشن. طبعا كان يجي في افلام زمان يمسك الطفل يقلبه ويخبطه على ظهره عشان يعمل استيميليشن، هو مش كده، انا بحاول ان انا اعمل استيميليشن اسمه تاكتايل استيميليشن، خبطات، يا اما بخبط له عند رجله يا اما بخبط على ظهره خبطه بسيطه خالص، طبعا مش بقلبه، تمام. طيب في الفتره دي انا بتابع الهارت ريت والبريسنج والكلر بتاعه، هل الهارت ريت بتاعه بدا يقل عن ال 100،
تمام، او بدا يبقى جوستنج. جوستنج معناها فورس انسبيريشن، يعني بياخد نفس بصعوبه، او ابنك يعني ما بياخدش بريسنج خالص. طيب لو هو لا ما فيهوش الحاجات دي الحمد لله كويس، يبقى ابدا ادخل في المرحله الثانيه. طب هل البريسنج بتاعه ليبورت بريسنج او في ساينوتيك، يعني لا الهارت ريت كويس وبيتنفس بس مازال لسه مزرق مزرق، يبقى كل اللي محتاجه هو ان انا اكمل التشفيط، تنظيف الاير واي بتاعه واديله الاكسجين. في الحالات الشديده خالص بنحتاج لحاجه اسمها سي باب، كونتينوس بوستيف اير واي بريشر، عباره عن زي كده زي الاكسجين اللي بيتحط عادي لينا كل يعني للعنايات والكلام ده كله. الاكسجين اللي هو زي النيزل كده او زي وسط صغير عند المناخير، بس بتضغط الهواء شويه يعني بتجبر الالفولاي ان هي ايه تفتح. تمام. طيب وبعد كده بندخله في بوست ريسوسيتيشن كده عادي. لا الطفل اموره كويسه، وبعد ما انا عملت الورم والكليرنج والدروينج بدا يبقى كويس ومفيش سيانوز ولا اي حاجه، يبقى برضه بسلمه المنتم واكمل عمليه الدراينج والايه والورم والكلير. يعني انا ماشيه معاه 3 كلمات، دراي ورم كلير، انا ماشيه بيهم على طول. لحد دلوقتي انا لسه ما دخلتش في مرحله ثانيه. تمام. طيب فرضا ان انا بعد ما عملت كل ده بصيت لقيت الهارت ريت بيقل، او ان هو جاستنج فعلا، او وقف بريسنج خالص، يبقى هندخل على مرحله بي بي في اللي هي بوستد ايرواي بريشر فنتليشن، او بوستد بريشر فنتليشن. انا بدي كلمه بوست معناها حاجه ايجابيه، حاجه بالضغط، فانا بدي ضغط الهواء عن طريق الانبوب، وابدا اتابع حاجه اسمها الاف بي او 2 اللي هي الاكسجين ساتوريشن. الاكسجين ساتوريشن اول ما الطفل بيتولد على طول ما بيبقاش 100%، يعني فينا احنا بيبقى فوق 95 فينا الكبار، لكن هو حاطط لك جدول على جنب الناحيه اليمين قايل لك ان في اول دقيقه المفروض يبقى 60 ل 65، وبعد كده من 65 ل 70 وهكذا لحد بعد 10 دقائق يوصل 95. يعني لما انا لو جيت مثلا عند الدقيقه الثانيه او الثالثه ولقيته 60 70% ما تخضش، ده بكمل ايه تنفيخ بالانبوب تمام لحد ما ابدا اقيمه. الكلام ده كله بياخد يا دوبك 15 ثانيه، وابدا اقيمه تاني هل الهارت ريت بتاعه بدا يتحسن تمام يبقى فوق ال 100، هل بدات الاكسجين بتاعه يتحسن اللي هو الساتوريشن، هل بدا ياخد بريسنج كويس، خلاص يبقى بنكمل اللي هي الكلير الورم دراي. لا ده مش بيتحسن، مش بيتحسن يعني الهارت ريت بدا يقل، يعني ان انا بحاول اصلح الفنتليشن، يعني احاول ان انا اعمل حاجه اسمها افتح الاير واي من تاني، او ارفع راسه شويه بحيث افتح الاير واي واشفط وابدا اشتغل تاني بالانبو عليه. لو لقيت ان انا وانا شغال برضو الهارت ريت لسه بيقل، وصل لبعد اقل من 60، لا يبقى ابدا اعمل انتوبيشن اللي انا اركب انتوتراكيال تيوب، وابدا اعمل شيست كومبريشن اللي هو السي بي ار. تمام. يبقى انا ركبت التيوب بعمل كومبريشن مع ضغطتين مرات، سي بي ار للشيست كومبريشن، وادي ضغطتين اللي هو الهواء اللي هو النفس بتاعه. تمام. طيب فرضا ان هو بعد كل ده لقيت الهارت ريت لسه بيقل اقل من 60، يبقى ابدا لازم مرحله الايه الدراج اللي هو الادرينالين. تمام. كل الفتره الطفل خلاص بيتحسن، لو طول ما انا ماشي شغاله ولا يعني هارت ريت انا شغاله كويس وعامله تشفيط اديته الادرينالين وما زال الطفل مش بيتحسن، يبقى انا اتوقع ان في عنده مشكله اكبر من قصه ريسستيشن. الطفل ده ممكن يكون شبك او ممكن يكون نيموثوراكس، فرقعت، فلازم دول كيب ان مايند بحيث ان اصور اكس راي. تمام. طيب ده بالنسبه للانتر ريسستيشن. كل اسئله بتسالك اللي هو الايه الساتوريشن بتاع الطفل بتعرفه ازاي، او ايه الدرجات بتاعته اللي هو الجدول اللي على جنب. طيب ازاي بنركب الاندوتراكيال تيوب اللي انا بحاول افتح الاير واي وندخل التيوب لحد بوصل التراكيه. طب انت ركبت انتراكيال تيوب، تعرف ازاي ان انت لما ركبت انتراكيال تيوب ركبتها صح؟ اولا انا ركبتها بين في التراكيه، يبقى لازم مش موفمنت باي لاترال رايزنج، الاقي اللي هي الانبوبه شايفه يبدا يطلع منها بخار، ما هو يطلع منها بخار لان الطفل بيطلع الاثير فيها يديك منظر البخار. طيب او اخر حاجه خالص ان انا بصور اكس راي الطايره دي. تمام. الاكس راي اللي هي العاديه. طيب سؤال تاني، طب انت لما بتبدا تعمل
الساق الماوس. ليه؟ الماوس كميه السكريشن فيه اكتر من النوز. فالطفل بمجرد ما انت بتعمل له عمليه السكشن بيبدا يحصل ايه؟ بدايه البريسنج. فلو هو عمل بريسنج ولسه فيه كميه سكريشن كتير، تمام، هيحصل له اسبريشن فيها. فبالتالي انا بدخل في المكان اللي فيه سكريشن كتير عشان ايه؟ اضمن ان انا نظفته. وبالتالي لو بدا ياخد بريسنج بتاعه مش هيعمل اسبريشن غير كميه سكريشن صغيره اللي هي لسه موجوده في مناخيره. لكن لو الحكايه العكس، ان انا بدات بتشفيط مناخيره فيبدا ياخد بريسنج فيشفط كل السكريشن بتاعت الماوس، دي اللي هتبقى صعبه. تمام. طيب الامبو ايه البريكوشن اللي انت برضو احنا عندنا في الاستيماب في امبو وفي عروسه نيونيت، وهيقول لك وريني شكلك كده وانت بتحط الامبو للطفل ده بتحطه له ازاي؟ ايه الاختيار بتاعك؟ يعني بتختار اي حجم؟ لا، انا بحاول اختار الحجم اللي يبقى مناسب للطفل، يعني لازم يغطي مناخيره ويغطي بقه. طيب الحاجه الثانيه مغطي، ولازم اتاكد ان متوصل مخرج اكسجين كويس، اللي هو عباره عن زي بالونه او كيس كده مليان هواء. اتاكد ان وانا بنفخ الكيس ده مش مفشوش ولا مثلا بيسرب الهواء، لان انا كده بيبقى الهواء طالع لبره. تمام. اتاكد ان في فالب كده عند الماسك، ان الفالب ده مقفول كويس عشان برضه ما يسربش الهواء. تمام. اتاكد ان انا وانا حاطه الماسك على بق الطفل ان انا عامله ايه؟ اوبننج للاير واي بتاعه. تمام. هنعرف ازاي بعمل اوبننج للاير واي لما نوصل للسي بي ار او اللي هو البيزك لايف سبورت. تمام. طيب المهم ان انا اعمل حاجه اسمها سيلينج، يعني اخلي الماسك يبقى لازق خالص على وش الطفل. تمام. بحيث ان هو ما يقدرش يطلع يتحرك لا يمين ولا شمال، فابقى ضامنه ان الهواء دخل جوه ايه؟ دخل جوه الشيست بتاعه. طب الكلام ده لو انا شغاله في مكان فيه امبو. طب فرضا ان انا في مكان مفهوش امبو، يعني مثلا هنجي هنقولها بالتفصيل في بيزك لايف سبورت. لو انت في مكان في الشارع ولقيت حد ارستد، ده بقى بيزك لايف سبورت. تمام. احنا كده خلصنا النيتال ريسورسيشن. ماشي. دي بتبقى كل الاسئله اللي بتتسالها، مثلا يقول لك ايه الحاجات اللي انا بديها له بعد كده، مثلا الفيتامين كي بياخده ولا لا، الجروب الهيباتيتس بي ده بياخده او ما بيتولد على طول، مين الطفل اللي تتوقع ان هو او مين اللي هو الاطفال الهاي ريسك واللو ريسك. مثلا في حاجة تانية زي النيتال ريفلكس اللي احنا بنشوفها، يعني امتى بقول ان الطفل ده اموره كويسة او اموره مش كويسة. في حاجة اسمها النيتال ريفلكس او اللي هي نيورولوجيكال ريفلكس موجودة عندكم. كل الكلام ده اسئلة ايه؟ بتسألوها برضه في اللجنة بتاعت النيتال ريسبتيشن. ندخل على الجزء التاني اللي هو الجزء بتاع بيزك لايف سبورت. تمام. ده من اكتر الاجزاء المهمة جدا جدا جدا. تمام. سيبك من حكاية الامتحان والكلام ده كله، لكن ده شغلك بعدين كطبيب. انت دلوقتي ماشي في الشارع، تمام، وبصيت لقيت حد اغمى عليه، سيبك ان هو يكون طفل او كبير، حد وقع في الارض، ايه اول حاجه بتعملها؟ اول حاجه بيسموها ايه؟ ان هي ايه؟ طبعا تشيك سيفتي، يعني لازم، وده الكلام اللي هو يعني المفروض كلنا ملتزمين بيه، تشيك سيفتي، تتاكد ان انت المكان اللي انت هتروح تنقذه فيه مكان امن، يعني ما تروحش تنقذه مثلا هو على جنب عمود كهرباء او في وسط الطريق. تمام. يعني كده انت هتموت نفسك معاه. فاول حاجه اتاكد ان المكان اللي حواليه امن، هو في مكان مثلا في الطريق يتجر في مكان عند الرصيف، مثلا هو في مكان جنب تيارات كهرباء او كده، يبقى يتجر في مكان قريب. تمام. دي اول حاجه تشيك سيفتي، يمكن هي مش موجوده بس طبعا دي اهم حاجه. تمام. الخطوه اللي وراها على طول ان انا شيك فور ريسبونس، هل ده في ريسبونس معاه، وممكن يكون اغماءه، يعني ممكن يكون سنكوبال اتاك بس. طب بعرف ازاي هشيك في الريسبونس؟ ان انا ببدا احرك جسمه وازعق فيه، اشوف نفسه، الكلام اللي هو البديهي بتاعنا، انك بتشوف النبض بتاعه. طيب اتاكدت ان هو ايه؟ ارستد، يعني ما فيهوش بالس، ما فيهوش بريسنج، خلاص. طب لو في بالس لا يبقى خلاص، ده سينكوبا الاتاك. وتلاقي كتير جدا مننا احنا بنات في امتحان في نتيجه في مش عارفه ايه يغمى عليها، نروح نلاقي بتتنفس كل حاجه، او اي بنت في الاستملاي بعملها انها بتصحى. لكن انا رحت بصيت لقيت العيان ده فعلا هو ما فيش لا نفس ولا نبض ولا اي شيء. يبقى ادخل على الخطوه المهمه جدا اسمها الاير واي اوبننج، ابدا افتح الاير واي. انا عندي طريقتين في فتح الاير واي، يا اما حاجه اسمها الهيد تلت تشنف، يعني ان انا بمسك الكوره بتاعته وارجعها لورا واحاول ان انا اخلي فكه هو اللي يطلع لقدام، او الجزء السفلي من راسه هو اللي يطلع لقدام كده، انا بفتح الاير واي. مشكلتي في الحركه دي في الهيد تلت تشنف ان لو كان العيان ده لا قدر الله سيرفايكال تروما، يعني حصل له مثلا واقع مثلا من حمام سباحه، واقع في الطريق في اي هيستوري تروما معاه، تمام، وحصل كسر في
السيرفايكال سباين بالحركه دي انت قطعت العمود الشوكي، وبالتالي هو هيطلع كوادربليجيك، يعني هيطلع شلل رباعي، فطبعا ده مش صح. يبقى احنا بنحاول ان انا افتح الاير واي من غير ما اذي العيان، بنعمل طريقه ثانيه اسمها جو ثروست. جو ثروست معناه ايه؟ انا مثبته راسه ولكن بحركه خفيفه جدا بصباعين، بحرك الكباس قدام، بزحلق الفك لقدام، تمام؟ ده اسمه جو ثروست. بعملها امتى؟ في حالتين، يا اما ان العيان ده يكون معروف انه تروما او سسبكتد تروما، تمام؟ سواء كان مثلا في مكان في الشارع، في الطريق، في اصابات، تمام، اللي هيطلع منكم يشتغل في اصابات في الجهاز، في الغرق، حالات الناس اللي بتقع في البحر والكلام ده كله، انت غرق بتخبط في صخره او حاجه. طيب، او العيان الثاني يمكن دي معلومه كبيره عليكم شويه، عيان الداون سندروم. لان الداون سندروم اللي هيقرا في كتير هيعرف ان هم عندهم حاجه اسمها اتلانتو اكزيال ديسلوكيشن، يعني السيرفايكال سباين بتاعهم لوحدها فيها ديسلوكيشن، وبالتالي انت لو عملت معاه الهيد تلت تشين ليفت هتشله زي الايه؟ زي العين بتاعت السيرفايكال سباين تروم، تمام؟ يبقى دي اول حاجه عملتها ان انا ايه؟ فتحت الاير واي. طيب، بعد ما بفتح الاير واي بحاول ان انا اتاكد ان العيان ده البريسنج بتاعه رجع ولا ما رجعش. طب اعرف ازاي ان البريسنج بتاعه رجع ولا ما رجعش؟ احاول ان انا اشوف هل الشيست بيتحرك، بيطلع وينزل. طيب، هل انا وانا اقرب ودني منه اسمع فيه صوت خروج هواء؟ طب هل انا احط ايدي كده ناحيه مناخير وبقه، هل في هواء طالع؟ طيب لا، مفيش. يبقى يبدا ان انا اعمل عمليه حاجه اسمها الايه؟ ماوس تو ماوس بريثنج. طيب، الكلام ده مش هيحصل في المستشفى، لانك في المستشفى عندك الامبو. يبقى نفس نفس اللي عملته في النيونيت هعمله هنا. لو انا في مكان فيه امبو بجيب الامبو، بختار طبعا زي ما قلنا ان هو يبقى السايز بتاعه كويس، يعني مغطي مناخيره وبقه، ان ابقى قافلاه كويس عامله سيلينج، يعني مفيش سرسوبه هواء بتعدي بره. اتاكد ان انا بضغط كويس الباج بتاعه، مش مسرب هواء، الفولف مش مسرب هواء، متوصل بمصدر اكسجين كويس. الكلام ده لو انا في مكان مهيئ لاسعافات اوليه. لكن انا مثلا في مكان في الشارع ما عنديش اي حاجه، يبقى اللي احنا كنا ايه؟ اللي احنا كان زي ما بنقول عليها قبلة الحياه، اللي هي الماوس تو ماوس بريثنج، او في الاطفال الصغيره بيسموها ماوس تو نوز بريثنج. طيب، ماوس تو ماوس بريثنج، يبقى انا بقفل مناخيره وبحط بقي على بق العيان، وباخد الاول انا باخد نفس وبحط بقي على بق العيان، وبعد كده اعمل ايه؟ فورسد اكسبيريشن، كاني شغاله انبوب. الغلطات اللي بتحصل انك ما تبقاش قافل مناخير العيان، وبالتالي انت بتدخل الهواء هنا بيطلع من مناخيره، صح؟ يبقى انا لازم ابقى قافله مناخير العيان كويس. طبعا الناس تقول لك طب يعني واحد هيقرف مش هيقرف، ممكن تحط منديل. الكلام ده ما تقولوش طبعا في الامتحان، لانك بتنقذ عيان فمش هتقول الكلام ده. لكن اللي بيحصل انك انت لو في موقف وفعلا اتعرضت، خاصه احنا زي فترات الكورونا اللي محدش طبعا هيعمل الحركات دي، هتحط منديل وتبدا ايه؟ كانه زي عازل ما بينك وبين بق العيان، وتبدا تعمل ايه؟ البريثنج عادي. في الصغيرين، في الاطفال، علشان هو حجم بقه صغير قوي بالنسبه لنا، فبنعمل حاجه اسمها ماوس تو نوز بريثنج، يعني بقي هياخد بقه ومناخيره مع بعض، وبالتالي انا بدخل الهواء عنده من الفتحتين، تمام؟ طيب، المتوقع ان انا برضو بتابع الشيست رايز، هل بدا يتحرك ما اتحركش. طيب، في الفتره دي ابدا ابص على ايه؟ هو ما اتحركش ليه الشيست؟ المفروض ان انا بديله هواء، يعني انا فتحت الاير واي ما فيش هواء، طب انا دخلت لك اكسجين ما فيش شيست رايز، يبقى انت عندك مشكله ممكن اوبستراكشن، يعني ممكن تكون حاجه قافله الاير واي، تمام؟ يبقى انا محتاجه ان انا اعمل حاجه اسمها المانوفر، ايه؟ ان انا اطلع او اعمل ريليفنج للايه؟ الاوبستراكتد اير واي، اللي هي موجوده عندكم، اللي هي ان انا لو طفل صغير بنخبط على ظهره ما بين الاثنين سكابيولا بكف ايدي، تمام؟ الجزء اللي هو من تحت اللي هو عند الريست ده قوي كده، بدوس جامد مره اثنين ثلاثه اربعه، وبعد كده اقلبه عند الزيف ستيرن برضه بضغط واحد اثنين ثلاثه اربعه. المفروض ان انا ايه؟ بقعد اعمل مره والثانيه مره والثانيه، تمام، لحد ما الاقي فورم بادي بدا ايه؟ يطلع. طيب، لو حد كبير نفس القصه برضه، بس الكبير ممكن بنعمل مانوفر اسمه الهلمتش مانوفر، يمكن هو مش موجود عندكم، ان انا بجيبه كاني جاي من وراه بحضنه، وبايديا الاثنين الفهم حوالين الابيجاستريك اريا واضغط لفوق، تمام، مع الضغط لفوق انت كانك بتنطر الفورم بادي. طب انا ضعيف ومش هقدر اعمل الحركه دي، يبقى بجيب العيان وبحطه قدامه كرسي، واحاول اخليه بطنه تضغط بالكرسي لفوق، يعني بظهر، او انا لوحدي، يعني انا لوحدي في مكان، يبقى احاول ان انا اقرب نفسي من الكرسي، ظهر الكرسي هو اللي ايه؟ يبدا يضغط لفوق علشان يطلع الفورم بودي، تمام؟ طيب، في طول الفتره دي انا اهتميت طبعا انا في الفتره دي او في فتره ما انا بتاكد من قصه البريسنج، تمام،
المفروض ان انا ببقى ساعتها حسيت مثلا ان في هارت ريت معاه، بس هو معاه، او ان انا حاسه ان في بولس بس مش شايفه ان في بريسنج. لا طب افرض طول الفتره دي بصيت لقيت ان العيان فعلا ما فيهوش هارت ريت، يعني ما فيهوش بولس، البولس بتاعه بدا يضيع. طبعا الاماكن بتاعت البولس اللي هي التريكيال والفامورال والريديال الكلام ده كله، او في الاطفال الصغيرين اللي هي الكاروتيد اللي بتبقى لقدام الاستيرويد المفروض، اول ما بلاقي ان العيان ده البولس مش موجود تمام، يبقى هو اللي يبقى اللي هبدا بيه هي ايه؟ هي الشيست كومبريشن او السيركوليشن. عشان كده كان حتى زمان يقول لك الاي بي سي، الاير واي بريسنج سيركوليشن، في اخر تعديل قال لك لا اسمها سي اي بي، ان انا بشوف السيركوليشن وبعد كده الاير واي والبريسنج، لان لو الهارت مش شغال مفيش حاجه هتشتغل. يبقى انا اهم حاجه ببص عليها الهارت ريت، لو الهارت ريت شغال يبقى هعمل الاير واي والبريسنج، لو الهارت ريت مش شغال يعني مفيش بلس فيه يبقى هبدا اعمل ايه؟ سي اي بي الشيست كومبريشن، وبعد كده الاير واي، بعد كده البريثنج. الشيست كومبريشن هو عامل جدول ظريف جدا، يعني بيقول لك ان لو كان انفنت ان انا بلف ايدي، يعني اما ان انا بعمل بلف ايدي كان يعني بحط كفوف ايديا كانها زي مرتبه تحت الصفر، والصباعين ايه بلفهم عند البريست وابدا اضغط تمام تقريبا سنت تحت البريست، بضغط قد ايه؟ بضغط بحيث ان هو ينزل صدره تقريبا 2.5 سم تمام. طب بعمل كم مره في الدقيقه؟ 100 مره في الدقيقه. طب لو ايه الطريقه الثانيه؟ ان انا بجيب صباعين مثلا هو الاندكس والميدل فينجر تمام، وبضغط عند الايه نفس المكان اللي هو الانفرا ماري لاين تحت تحت البريست او تحت النبل يعني، وبضغط، وقلنا نفس القصه بضغط قد ايه يعني افعصه خالص؟ لا بنزل الشيست 2.5 سم تمام. طب لو طفل تودلر يعني مثلا حوالي مثلا سنتين 3 سنين، يبقى بستخدم اللي هي الايه طريقه الوان هاند، ان انا بنزل في اللور ثيرد من الاسترنم، يعني الاسترنم باجي في الجزء الثالث الثلث الاخير منها وببدا اضغط، نفس القصه بنزل الشيست تقريبا 2.5 سم او 3 سم، اضغطه لتحت 3 سم. طب لو كبير ايه الطريقه اللي هو الايه السي بي ار بتاعنا العادي، ان انا بشبك ايدي الاثنين في بعض اليمين فوق الشمال وبضغط على الايه اللور ثيرد من الاسترنم. طيب آه طبعا الاسئله اللي بتتسال في الفتره دي، انا كده المفروض انا عملت الايه اللي هو الريسستيشن بتاع الاسئله في الفتره دي، ايه اماكن البلس اللي انت بتحسها؟ طيب ازاي او هي اماكن، طب انا ليه بحتاج اماكن البلس علشان اعمل اسسمنت للبلس؟ طب ايه اماكن الفينوس درين، او ايه الاماكن بتاعت الفينوس عشان اقدر اركب اللي هي ايه انترا فينوس لاين؟ الفينز اكتر حاجه عندي اللي هي الفيمورال، الميديان والكيوبيتال فين، يعني الفيمورال والسفنس لتحت، الكيوبيتال والبزلر فين عند الكوع اللي هي عند الحته اللي هي عند الايه الالبو او عند اللي هي الكيوبس الفوسطى تمام. طيب ايه الدراجز اللي العين بيحتاجها؟ مش بيسال كتير في جرعات، لكن على الاقل بعرف ان العين بياخد حاجه من الادرينالين، ده عباره عن حاجه من الحاجات ده لايف، يعني حاجات لايف سيفنج، بياخد الدوبامين، بياخد الاتروبين بيزود الهارت ريت، الادرينالين والدوبامين الاثنين بيزودوا الكاردياك كونتراكتيليتي تمام. طيب ده كده احنا خلصنا الجزء بتاع السكيل لاب تمام. كده بقى احنا نرجع تاني، انا عندي اللجنه بتاعتي لو ماشيين بالنظام القديم انك انت بتدخل على لجنه الصور والاكس راي والاسكي تمام. لجنه السكيل لاب انا عندي يا اما سي بي ار يا اما نيونيتال ريسبتيشن يا اما الرايل انسرشن، وعرفنا اغلب الاسئله اللي بتتسال ايه. نيجي للجنه الثانيه اللي هي لجنه الكونسلنج. الكونسلنج بتبقى لجنه ظريفه جدا، بيبقى في الغالب هو موضوع واحد وبتسالوا كلكم فيه، وفي مذكره كانت نازله يعني خاصه بكل اسئله الكونسلنج بتسال في السكرتاريه تمام. بيجيب لك ام او حكيمه يعني بيقول لك ان هي مثلا دي ام عايزه تعرف او عايزه تكتب لها كونسلنج اباوت سيرتن ايشو، يعني ممكن مثلا يقول لك فهمها ايه التطعيمات، ده الدرس بتاع الفاكسينيشن خدناه اول مره، ايه الكونتر انديكيشن بتاعته، طب ابنها عنده سنتين المفروض يكون اخد ايه، ايه طب هي لسه واخده تطعيمات، تاخد التطعيم بتاع الحمله ولا لا، قلنا كل الاسئله دي تمام. طب اخوه كان بيتشنج لما بياخد التطعيم، ياخد هو التطعيم ولا لا؟ مفيش مشكله، ما عنديش حاجه اسمها ان الفاميلي هيستوري كونفولجن تمنع تطعيم تمام. طيب اصل الطفل ده عنده الصفره ما يمنعش التطعيم، اصل هو الطفل ده بريتيرم ما يمنعش التطعيمات تمام، اصل الطفل ده بياخد كورتيزونات بالسكريمات ما تمنعش التطعيمات تمام. كل دي حاجه اسمها فولس كونتر انديكيشن للتطعيمات، انا حاول برضو ابعتها لكم تمام مع دكتور احمد او دكتور امين تمام. طيب لان هم بيلعبوا عليها كتير، يقول لك مثلا الطفل ده مثلا سخن بعد التطعيم مفيش كونتر اندكيشن، انا احفظ الكونتر اندكيشن بتاع كل فاكسين، طريقه الروت اوف ادمنستريشن، التجديد اللي حصل ان هو السوك فاكسين اللي اتضاف على عمر 4 شهور وعرفنا هو اتضاف ليه عشان يغطي
المجموعات او السبيشيز اللي ما كانتش متغطيه قبل كده في الايه في الاو بي في. تمام. طيب اللجنه اللي ممكن الموضوع الثاني اللي يبقى فيه كونسلنج هو حالات الجاسترونترايتس. يجيب نفس المره اللي فاتت احنا قعدنا فيها كتير خالص. دي ام طفل لها عنده جاسترونترايتس، امتى ترجعها البيت؟ امتى تقول لها لو رجل لو هو في البيت حصل له مشكله يجي امتى؟ لو احنا كنا بنقول ايه العلامات اللي ترجعها تاني، ان هو لو في بلاني دايريه، لو في فيفر، لو في بريزنس فومتنج. طب ازاي بتحل محلول الجفاف؟ طب ايه الاكل اللي بتديه له صح، ايه الاكل اللي بتديه له غلط؟ كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. طب هي هتدي له مضاد حيوي، انت ايه رايك؟ قلنا مش بندي مضاد حيوي على طول، بندي حاجات معينه. طيب يعدي اخواته ولا جاسترونترايتس ما بيعديش، يعني ما هوش حاجه انفكشوس. تمام. طيب كل دي اسئله خاصه بالجاسترونترايتس، تعرف ازاي علامات الديهايدريشن والكلام ده. طب تمنع بريست فيدنج؟ لا، قلنا مش بنمنع البريست فيدنج ولا بمنع الفيدنج، انا بمنع الحاجات اللي هي سكرياتها زياده، بحاول اديله الحاجات اللي ما فيهاش دهون او الحاجات اللي هي مثبته، بنديله الحاجات اللي هي الايه مسلوقه، الحاجات السهله الهضم. تمام. طيب نيجي للكونسلنج الثالث عندي هو الفيفر. هيقول لك طب دي ام ابنها سخن، ايه الحاجات اللي انت تقولها لها؟ اولا تتاكد ان هو سخن، مش هتحط ايدها، لا، يبقى في حاجه اسمها مقياس الحراره، تعقمه. وبعد كده بوري لها ازاي بتهزه علشان تعرف تنزل. المفروض انتوا طبعا تكونوا عارفين الكلام ده او شفتوه، ان انا بهز الترمومتر جامد لحد ما انزل خط الزيبق ده تحت الايه تحت الشرط. بعد كده بتحطه في الاماكن اللي احنا عارفين، يا ريكتال يا اورال يا اكزيلري. ايه الفرق ما بينهم؟ هو ادقهم طبعا الاورال، لكن في سن صغير ممكن هيعض، يبقى انا خليها اكزيلري واقول لها بعد ما تطلعيه الرقم اللي هيطلع هتضيفي عليه نص. طب لو كانت اسيت ريكتال يبقى بعد ما يطلعوا الرقم ده ننقص منه نص عشان اختلاف قياس درجه الحراره. طيب ايه هي الطرق بتاعه انها تنزل الحراره؟ طبعا المفروض تبقوا عارفين الاسماء بتاعه الباراسيتامول والحاجات التوفل اللي هي مجموعات النون ستيرويد اللي هي بتستخدم في انتي فايريتك. تمام. قصه الكمادات اخر جايد لاين بتقول لك ان هم لهاش رول. تمام. استفاد بعلم يعني دكتور جمال عسكر رفض طبعا فكره الكمادات خالص. تمام. لكن في بعض هيقول لك ان هو دي طريقه وموجوده وبنستخدمها. تمام. الاماكن في بتاعه الكمادات حوالين الرقبه تحت الباط. تمام. وعن منطقه الجرون اللي هو بين الفخذين. تمام. طيب السؤال الاشهر، الطفل وانا بحط له الترمومتر اتكسر، هل في اي مشكله منه؟ لا، الزيبق اللي موجود في الترمومتر مفيش مشكله منه، الا لو كان هو الميكوزه بتاعته. تمام. يعني الاورا الميكوزه بتاعته فيها ليجن من الاول، لكن في طفل الميكوزه بتاعته كويسه مفيش مشكله، مش بيمتص، يبقى هو مش هيعمل اي مشكله. طيب ده خاص كده بالكونسلنج بتاع الفيبر. نيجي للكونسلنج بتاع الفوبايل كونفولجن، دي من مواضيع مهمه جدا جدا، ولما باذن الله ربنا يكرمكم تشتغلوا امتياز او اطفال هتشوفوها، يعني على الاقل اربع خمس حالات في كل نبطشيه. تمام. طيب ايه بقى فوبايل كونفولجن؟ كلمه فوبايل كونفولجن معناها ان هي نوع من التشنجات اللي بيحصل مع السخونه. تمام. ما فيهوش مشكله، مش مقلق، مش بيأثر على ذكاء الطفل ولا على استيعابه، ولا هيطلع متخلف ولا اي، ولا عادي جدا. اغلب عائلاتنا عندهم اطفال عندها تشنجات حراريه، لكن فكره بقى. تمام. بان اي حد هيشوف طفل بيتشنج ده حاجه مرعبه. تمام. يبقى ايه اللي بعمله وقت انا دلوقتي في اي مكان، سيبك من هو حتى طفل او حد كبير، انا شفت حد بيتشنج ايه اللي المفروض اعمله؟ انا بعت لكم الصوره مع دكتور احمد. اهم حاجه شيك سيفتي، اتاكد ان هو في مكان امن، يعني ما يبقاش جنب مثلا حمام سباحه، على الطريق، في المطبخ، في مكان فيه ازاز، احاول اخليه في مكان سيف. الحاجه الثانيه احاول ان انا امن راسه، اخلي جسمه ينام على جنب. فاكرين في وضع اسمه بوست سيلكت بوزيشن كنا بناخده في انف واذن، ان هو ينام وايديه يبقى نايمه تحت جسمه كده زي الصوره اللي انا بعتها لكم، بحيث انه يبقى نايم على جنب. ليه على جنب؟ عشان لو في سكريشن او هيرجع. تمام. يبقى يرجعها على ناحيه، على يعني يرجعها على يعني على اللاترال سايد، ما تحصلهاش اسبريشن للشيست. طيب يفضل ان هو لو هينام هينام على الناحيه الشمال. بيقول لك ان هو ده يعني ده بتعمل كومبريشن عند السمك، فبتمنع ان يحصل ان الجاستريك كونتنت يحصل لها اسبريشن. طيب احاول ان انا افك اي زراير حواليه، او مثلا لو كان لابس كرافطه او مثلا حاجه هتخنق ايده او كده، ما احاولش بقى ان انا لا افتح بقه ولا احط له حاجه جوه بقه. يا امها تقول لك اصل اتشنج، رحت جبت ميه بسكر رحت زقيها له وهو بيتشنج كده، غلط، ده هيبقى اسبريتد. تمام. ولا ان انا اديت له الدواء بتاعه اللي بياخده في التشنجات وقت ما بيتشنج، ده هيضره. تمام. يبقى ما احطش اي حاجه في بقه
ما احاولش ان انا اعمل اوبننج الاير واي، ولا احاول ان انا اوقف الفيشن لغايه. كل اللي بعمله ان انا بحاول ان انا بخليه على جنب، تمام، وان انا اشيك السيفتي اللي هي بتاعته وافك الحاجات اللي هي حواليه، تمام. طيب يبقى ده اللي انا هعمله وقت الكونفولجن. الفكره بقى، هل كل الاطفال اللي بتتشنج مع سخونه واقول دي تشنجات حراريه واطمن الاهل واروحهم؟ لا. يبقى انا في عندي حاجه اسمها ايه، هي الكاركتر بتاعه التيبيكال فبرايل كونفولجن. قال لك الكاركتر بتاع التيبيكال فبرايل كونفولجن اللي هي الست كاركتر اللي هم محفوظين، انها لازم تكون جنرال تونيك كرونيك كونفولجن، تمام، ان هي بتبقى وقتها نفسه قليل والبوست اكتال قليل، ان يبقى معروف سبب الانفكشن اللي هو فيه. يعني بمعنى اصح، انا عرفت مثلا الولد ده جاي بجاسترونترايت وكونفولجن، او جاي بشست وكونفولجن، ولكن ما يكونش السبب ده سي ان اس انفكشن، يعني ما الاقيش معاه علامات مننجيال ساين، تمام. الحاجه الاخيره انها تحصل اثناء الالنس مره واحده بس، يعني هو واخد دور برد دلوقتي وبيكح وكده، يتشنج مره واحده. طيب في ده اسمها تيبيكال فبرايل كونفولجن، بتبقى في الطفل اللي هو عمره من 6 شهور لخمس سنين. السؤال بقى، طب لو اتغيرت حاجه من الكلام ده، يعني مثلا جاي لك طفل 6 شهور وسخن واتشنج 4 5 مرات، ده كده تيبيكال فبرايل كونفولجن؟ لا، ان انا بقول وانس اثناء الالنس. طيب بدل ما تجيله جنرال تونيك كلونيك جات له فوكال، يعني اتشنج ناحيه بس من جسمه، لا دي مش تيبيكال. طيب السؤال بقى، طب قول تيبيكال خلاص انا بطمن بقول ده اموره كويسه، الاتيبيكال فبرايل كونفولجن او اللي بيحود او بيحيد سوري عن ال6 نقط اللي بنتكلم عليهم بيكونوا اتيبيكال فبرايل كونفولجن. طب ده ايه؟ ليه انا بحاول افصلهم عنهم؟ لان هم دول اللي بتوقع ان في الغالب الكونفولجن بتاعتهم ممكن تكون بسبب سي ان اس انفكشن، تمام؟ حلو. يبقى المجموعه دي في الغالب هي اللي هتتحجز، وهي دي اللي انا هسحب لها سي اس اف، اللي هو بسحب باخد عينه من البذل النخاع بتاعها من السي اس اف لود عشان اتاكد هل العيان ده فعلا سي ان اس انفكشن ولا لا. خلاص؟ طيب يبقى السؤال اللي هتتساله في لجنه الكونسلنج، مثلا ام دي عندها طفل، الطفل ده عمره سنه وسخن وتشل، يبقى هسالها يا ماما الشنجات دي كانت جنرال تونيك، كانت حصلت الديوريشن بتاعها قد ايه؟ بوست اكتر قد ايه؟ كان سبب الانفكشن قد ايه؟ كان سبب الانفكشن ايه؟ هل اتكررت معاه ولا هي مره واحده بس؟ اتاكدت ان انا جبت الست كرايتيريا بتاعت الفبرايل كونفولجن. طيب حكايه السينس انفكشن انا اللي بروح اشوفها، بشوف في علامات مننجل ساين، في بولجنج فونتانيل، في نيكروجينسي، في بروتونسك او الكيرنج ساين، يبقى ده اللي انا هفحصه. بعديها بطمنها بقى، يقول لك ايه الكونسلنج اللي هتقول لاهلها؟ اقول لها والله ستي انا شايف ان ابني كل العلامات بتاعته تقول ان نتيجه الفبرايل كونفولجن، يبقى ده ما فيهوش اي مشكله. طب الست الثانيه اللي هو كان مثلا فوكال او ريكارنت اتاك، لا يبقى ده اسمه اتيبيكال فبرايل كونفولجن، هيحتاج انه يسحب سي اس اف. طب الام اللي انت بعتها مستشفى بقى، بقول لها ولا بنسحب سي اس اف، ولو طلع فري خلاص يبقى هو فعلا نوع من انواع فبرايل كونفولجن ولكن اتيبيكال الشكل الغير معتاد، تمام. طيب لو كان طلع انفكشن خلاص يبقى هياخد الانتيبيوتكس بتاعته. طب لو كان هو تيبيكال فبرايل كونفولجن هو اموره كويسه، يقول لك ايه الحاجه اللي تعملها؟ ري اشورنس. ري اشورنس ان انا بقول لها يا ستي في الغالب الحاجات دي كلها بتخلص على عمر ال7 سنين، الاتاكس دي ده حاجه مرتبطه بالفيبر، لكن يهمني في كل مره ان انا لما يحصل حكايه السخونه ادي له حاجه بروفلاكتيك. ايه البروفلاكتيك؟ ان انا بدي مجموعات الفاليوم اللي هو الفاليوم او الدايزبام، الفالينين، اقراص الفالينين، اول ما يسخن اول ما بيسخن بنديله الاقراص دي، تمام، الجرعه بتاعتها المكتوبه عندكم، يعني تقريبا نديله نص قرص مرتين في اليوم لحد ما تعدي فتره السخونه 2 3 عن فتره السخونه، اول ما تخف بوقفها. طيب السؤال اللي بساله لك، طب الدواء ده هيخليه مثلا يدوخ، هيخليه من مش عارف؟ لا، ده دواء بيوقف حدوث التشنجات، لكن ده ما يمنعش انك في كل مره لما يسخن وتتشنج تكشفي عشان نعرف سبب الايه التشنجات او سبب السخونه ايه، صح؟ ياخد انتي بايوريتك عادي زي اي طفل، لو استدعى الامر ان ياخد انتيبيوتكس ياخد عادي مفيش مشكله. طيب في بقى نسبه من الامهات تقول لك طيب الطفل ده لما يكبر بعد كده هياثر على ذكائه على وعيه على استيعابه في المدرسه؟ مش بيأثر، ولكن في نسبه من الاطفال بيكمل معاهم ابليبتيك، يعني يبقى ابليبسي يعني بكره، يعني بعد ما يعدي ال7 سنين الغالبيه العظمى بتخف، لكن في نسبه بتكمل تاني بتتشنج. طيب النسبه دي مين اتوقعها ازاي؟ لو لقيت في العيله معروف ان هم عيله فيها الصرع او فيها الابليبسي، او ان مثلا الطفل ده من الاول كده دي اهميه الهيستوري اللي احنا خدناه، ان الموتور او المنتال هيستوري بتاعه فيه مشكله، ده سنتين وما قعدش سنتين ومش عارفها لسه ومش بيناغي، تمام، او ان هو حكايه الاتاك دي لما جت بتجيله على طول باستمرار، يعني خلال ال6 شهور جت حوالي 4 مرات، مش معقول كل ما يتخانق يتشنج، تمام.
او ان جات له قبل ما يدخل في ال9 شهور، يعني جات له من بدري قوي، تمام؟ او في كل مره بتجيله بتجيله بالشكل الاتيبيكال اللي احنا قلنا عليه، ان تجيله مره فوكل، مره تجيله مثلا يقعد الاتاك نفسها تقعد ساعه، احنا قلنا بكتير ربع ساعه، تمام؟ يبقى المجموعه دي بقول لها في الغالب ان شاء الله هيبقى فيبرال كونفولجن، ولكن متوقع انها تكمل معاه بعدين. بعدين ده كنت لك طب ما نديله علاج بقى الصرع من دلوقتي. لا، علاج الصرع مش هيغير حاجه من البروجنوزس. لما بعدين نعدي السن بتاعه ونشوف انه فعلا هيكمل ابليبسي، يبقى وقتها خلاص هديله الانتي ابليبتيك دراج. لكن حاليا انا بتعامل معاه انه فيبرايل كونفرجن، وياخد اللي هي الايه الاقراص الباليه مع السخونه، تمام؟ علشان ما يحصلش اتاك. لكن خلي بالك برضه اقراص الباليه ما هياش خافض حراره ولا مضاد حيوي، لان امها تيجي تقول لك ايه، ما انا اديت له اقراص الباليه وبرضه سخن. يا ستي ده بيمنع التشنجات، لكن هو ليه علاقه بحراره ولا هو ليه علاقه ان هو مضاد حيوي، تمام؟ طيب دي اكتر الاسئله واغلب الاسئله اللي بتتسال في الفايل كومبورج، تمام؟ عايزين ناخد عميق كده، لان هندخل في موضوع غلس شويه في الفهم بتاعه. يا رب بس يكون يعني اللي فات ده يعني فهمته كويس، تمام؟ لان اللي جاي ده صعب شويه، تمام؟ في اي اسئله؟ طيب طيب انا مش بس الوقت، في حد بعت اسئله؟ طيب تمام ماشي نكمل. الكونسلنج رقم 5 هو الداون سندروم، تمام؟ الداون سندروم معروف الشكل بتاعه، ومعروف ان الطفل اللي هو بيبقى ايه دكتور ايه؟ ابعت لي السؤال طبعا على الواتس ممكن؟ طيب انا مستنيه لو في اي اسئله، انا فاتحه الواتس بحيث لو حد منكم عايز يسأل في حاجة في اللي فاتت أو حتى في المرات اللي قبل كده مفيش مشكلة، تمام؟ طيب ندخل في الداون سيندروم. إذا الكونسلنج اللي إحنا قلنا الفيفر، الفاكسينيشن، الجاسترونترايت، الفيبرايل كونفلجن، ودول أشهر حاجات بينزل كونسلنج. أغلس كونسلنج بينزل هو الداون سيندروم. طيب لأن كل أسئلته بتبقى محتاجة حد فاهم كروموزوم والجينات والكلام، أنا عارفة إن في مشكلة يعني صعب شوية في الفهم بتاعها، تمام؟ فانا قبل ما ابدا الكونسلنج بتاع الداون سيندروم هنفهم بالاول حاجات اساسيات الكروموزوم، او يعني هو ايه اللي بيخلي واحد يحصل له ده، يعني ازاي طفل داون سيندروم ده ايه المشكله اللي بتحصل عنده في الجينات بدايه كده، تمام؟ انا عندي حاجه اسمها الكروموزوم اللي هي شايله كل الجيناتك ماتيريال بتاعه الجسم عندنا، تمام؟ هي المفروض عندي حاجه اسمها اللي هي ايه 23 بير، تمام؟ بيحصل لهم عمليه الميتوزس، بعد كده عمليه الايه الميوز، كل الكلام ده انا ما يهمنيش، لكن يهمني من الاول امتى بتوقع ان الطفل ده عنده كروموزوم الابنورماليتي، تمام؟ اللي بنلاقي فيه ابنورمال فيشز، اللي بنلاقيه داون سيندروم، اللي عنده فاميلي هيستوري قبل كده الام بيحصل لها ابورشن، او الطفل ده عنده مثلا نيورولوجيكال ابنورماليتي اللي مثلا متاخر في الكلام، في القعده، في المشيه. لو معروفه ان هي عيله مثلا معروفه بالقصه دي، عندهم كتير مثلا اطفال فيها ابنورماليتي بس مش الداون سيندروم، تمام؟ او الطفل حجمه صغير او حجم راسه صغير، او اللي عنده كونجنتال مال فورميشن في كذا حاجه بيسموها مالتي كونجنتال انوماليز. طيب لما جم درسوا علم الكروموزوم او الابنورماليتي اللي بتحصل، السنه الابنورماليتي اللي بتحصل على مستويين، يا اما مشكله في العدد يا مشكله في الاستراكشر نفسه. مشكله العدد معناها ان انا عندي مشكله ان العدد نفسه ما بقاش 46. طيب ليه ما بقاش 46؟ انا برضو بعت لكم صور مع دكتور احمد، تمام؟ فيها توضيح برضو اكتر للكلام. في حاجه بتحصل اسمها نون ديس جنكشن، معناها ايه؟ انا المفروض ان انا عندي الكروموزوم بينفصل في مرحلتين، مرحله الميتوز، مرحله الميتوزس ومرحله الميوز. طيب الميوزس دي هي المرحله اللي بتحصل اثناء تكوين الجميز، يعني بمعنى اصح لو حصلت اي مشكله في الميوزس مش بتبان على الاهل، مش بيبان على الشخص نفسه، لكن هتبان في الذريه بتاعته. الجميز بتاعته فيها مشكله اللي هي حصل له وبعد كده الايه النكست جنريشن او في اولاده. يعني احنا لما نقرا كلمه نون ديسجنكشن معناها ان انا عندي مشكله ان الكروموزومات بدل ما بينفصلوا لا هم بيلزقوا في بعض، وبالتالي العدد بيتغير، تمام؟ طيب المشكله دي لو حصلت في مرحله الميوزس يبقى اللي هيتاثر هو مين؟ الاطفال اللي جايه بعدين اللي بتحصل على مستوى الجنين. طب لو حصلت في مرحله الميتوزس يبقى دي بتحصل اثناء تكوين الشخص، فتلاقي ان الشخص عنده خلايا عاديه وخلايا متغير العدد بتاعها، دي بيسموها الموزاكيزم،
كلمة مزيكز معناها عنده نوعين من خلايا الجسم، خلايا 46 وخلايا تانية حصل لها تغيير أو نون ديسجنكشن أثناء الميتوزس بقت 47، فتلاقي الشخص ده عنده 46 وخلايا تانية 47، ده اسمه المزيكز. تمام، يبقى ده كده اللي هو عملية الإيه؟ النون ديسجنكشن، معناها إن الكروموزومات بدل ما تنفصل أثناء العملية بتاعت الميتوز والميوزس لا ما انفصلتش، وبالتالي قعدت فغيرت لي العدد. تمام؟ طيب نيجي بعد كده للحاجة التانية اللي طبعا احنا كلمة غيرت لي العدد تمام في الجميت معناها ان لو كانت زيادة، يعني الكروموزوم اللي راح زيادة في مكان خلته ان بلس 1 ده اسمه ترايزومي، تمام، واللي راح ناقص في حتة اسمه مونوزومي. تمام، يعني ايه مونوزومي وترايزومي؟ مثلا انا عندي مثلا كروموزوم رقم 15، المفروض ان انا عندي في كل خلية نسختين، لما اقول لك ترايزومي يبقى انا عندي 3 نسخ، لما اقول لك مونوزومي معناه ان انا عندي نسخة واحدة. طب الداون سيندروم، قال لك الداون سيندروم معناه ان هو عنده من الكروموزوم رقم 21 3 مرات، ده اسمه ترايزومي 21. يعني لما اقرا كلمه ترايزومي 21 هي الداون سيندروم، يعني بيقول لك ده الشخص اللي عنده كروموزوم 21 متكرر 3 مرات. تمام، طيب فبالتالي كلمه نون ديسجنكشن لما بتحصل عمليه الميوزس تمام بتاثر على الاجيال الجديده، هي بتاثر عليها بالزايد فيبقى ترايزومي، يا بالناقص فيبقى مونوزومي، على حسب هو حظه خد الكروموزوم الناقص او خد الكروموزوم الزايد. تمام، في مشكله في الكلام ده؟ طيب ندخل في الجزء الثاني. لو انا عندي بقى مشكله في الاستراكشر، يا ريت نركز بقى من هنا شويه. يعني ايه مشكله في الاستراكشر؟ قال لك يعني انت لو عديت الخلايا او الجينيتك ماتيريال اللي هي ثابته ما فيهاش لا زياده ولا نقص، ولكن الشكل بتاعها اتغير بدا يبدلوا مع بعض، فانا عندي نوعين من التبديل. كلمه تبديل معناها ترانسلوكيشن. طيب يا التبديل حاجه اسمها ريسبروكال ترانسلوكيشن، يا اما حاجه اسمها روبرتونيان ترانسلوكيشن. ريسبروكال ترانسلوكيشن معناها بالظبط كده كأن بالظبط ان انت عندك جزء من الكروموزوم تمام غير مكانه مع جاره اللي في الناحيه الثانيه من الكروموزوم. هل العدد اتغير؟ لا. هل الجينيتك ماتيريال اتغيرت؟ لا. هل صفات الشخص ده هتتغير؟ لا. فبيسموها بالانس ترانسلوكيشن، يعني الترانسلوكيشن او التبديل اللي ما عملليش اي تاثير. كلمه بالانس يعني ما عملش تاثير، يعني ما حدش فينا يعرف ان ايه ان الشخص ده حصل له ترانسلوكيشن. تمام، طيب ده اسمه الريسبريكال، يعني واحد 4 راحت مكان 10 و12 راحت مكان 15، خلاص ما فيش مشكله. تمام، كده بقى في الروبرتونيان ترانسلوكيشن. الروبرتونيان ترانسلوكيشن قال لك معناها انا عندي الكروموزومات بتتقسم لجزء صغنن صغير خالص تمام وجزء كبير. قال لك اللي بيحصل ان الجزئين الكبار دول الكروموزوم ده يلزقوا في بعض والحتتين الصغيرين يقعوا. عنده كم كروموزوم؟ ما هو فقد واحد كامل، يبقى بقى 45. يبقى انا عندي مثلا الخلية كان المفروض فيها 2 14 و2 21، تمام، ال 14 وال 21 راح لازقوا في بعض فبقوا كروموزوم واحد. تمام، يبقى انا والقطعتين الصغيرين من الكروموزوم وقعوا. تمام، فعليا هي بتقع بتفقد، بيقول لك this fragment is lost، فقدت. يبقى بقى انا عندي كروموزوم 14 و21، واحد طويل هو عبارة عن 14 و21، لما نيجي نعده اقول لك ايه ده ناقص كروموزوم كامل عندك، يبقى اجمالي عدد الكروموزومات كام؟ 45. طيب الشخص ده اتبان عليه اعراض؟ لا. طب ازاي؟ قال لك لان الجزئين الصغيرين دول اللي وقعوا ما لهمش جيناتيك ماتيريال فما بتفرقش مع العيان، فبرضه بنسميها بالانس ترانسلوكيشن. يا ريت يا دكاتره قبل ما ندخل في الخطوه اللي جايه لو حد عنده اي حاجه يبعت لي على الواتس، يعني لان كل اللي هنتكلم عليه بعد كده في الكونسلنج بتاع الداون معتمد على النقطتين دول. تمام؟ نعيدهم من تاني. كلمة translocation معناها إن أنا بيحصل تبديل في الكروموزومات. لو هو اللي هو بيسموه reciprocal translocation معناها كروموزوم قعد مكان كروموزوم، 4 مكان 10، 5 مكان 15، تمام، هل اتغير العدد أو المحتوى؟ لا، ما زال الشخص عنده نفس الصفات اللي هي، فده بيسموه balanced translocation. المشكلة بقى بتحصل في repertinian translocation، اللي بيحصل إن أنا عندي كروموزوم كل كروموزوم كده تمام، كل فردة كروموزوم بتبقى عباره عن قطعه كبيره وقطعه صغيره. كروموزوم والكروموزوم اللي جنبه بيتزقوا في بعض تمام، القطعتين الكبار والقطعتين الصغيرين بيقعوا بيطيروا، يبقى انت اجمالا فقدت الكروموزوم كامل، صح؟ طيب يبقى انا لما اعد الكروموزومات اقول لك ده انت عندك عدد الكروموزومات 45. طب هل الجينيتك ماتيريال بتاعتك اتغيرت؟ لا.
لان الجزء اللي وقع ده جزء مش عليه جينيتيك ماتيريال، جزء صغير تافه ملوش لازمه. تمام، يبقى اجمالا انت اسمك برضو بالانسد ترانسلوكيشن، لان حصل عندك تغيير او تحويل. تمام، ولكن كعدد انت قليت بصراحه، بقيت 45، لكن اجمالا انت مفيش اعراض ظهرت عليك. وده اللي بيحصل للايه، للشخص نفسه او للاب. الاب ده بيبقى او الام يبقى عندها بالانس ترانسلوكيشن مش ظاهر عليها اعراض. طيب امال ايه بيظهر على الاعراض؟ انا بيظهر بقى لما ينقل الخليه دي لابنه، يبقى هو بيديله خليه عندها كروموزوم شايل 2، شايل جينيتك ماتيريال بتاعت 14 21. تمام، فلما الكروموزوم ده يجي في تكوين الزيجوت، بيبقى عندي مثلا كروموزوم 14 و21 من الاب، من عند الام كروموزوم 14 و21. تمام، طيب هبص الاقي ان 21 اتكررت 3 مرات، مره من الاب ومرتين جايه من الام، صح؟ لان انا عندي الكروموزوم اللي نزل على انه 14 هو اصلا عليه قبضه 21، يبقى انا اجمالا ان الطفل ده عنده كام 21؟ 3، واحده من الاب واثنين جم من الام. تمام، ليه بنقول الام؟ في الغالب بتبقى المشكله من الام، لكن وارد ممكن تكون برضو من الاب. تمام، يبقى انا عندي كام مره اتكرر 21؟ 3 مرات، يبقى كده اسمه درايزنج 21، يبقى برضو هتخلف لي داون سيندروم. تمام، طيب يبقى احنا لما فهمنا كده الجينيتيك ماتيريال او فهمنا تغيير الكروموسومات بيحصل ازاي، اقدر بعدين اعرف الداون ده جاب كام طريقه، يعني كام طريقه تؤدي الى الداون سيندروم. تمام تمام يا دكاتره. طيب ندخل في الجزء بتاع الداون سيندروم، الكونسلنج بتاعه. اول سؤال في الكونسلنج بتقول لك يهمك انك تسال ان الاب والام دول قرايب ولا لا. لا ليه؟ لان الداون سيندروم ما هوش اوتوسومال ريسيسيف، يعني ده مش مرض وراثي في العائلات، لا دي حاجه اسمها كروموزومال ابنورماليتي. لكن مرض وراثي زي الثلاسيميا، يعني انا لو نزلت حاله ثلاسيميا اسال الاب والام انتوا قرايب؟ اه قرايب، لكن الكونسلنج بتاعهم انهم ما يجوزوش قرايب. لكن الداون سيندروم من عينيا، حاضر دكتوره امنيه. انا يعني هقول تاني الجزء بتاع الريسبريكال والريبرتونيوم ترانسلوكيشن. تمام، طيب انا عندي حاجه اسمها ريسبريكال ترانسلوكيشن. تمام، معناها ان انا عندي جزء من الكروموزومات بدلوا اماكنهم مع بعض من غير ما حد يعرف، وبالتالي العدد ثابت. تمام، الجينيتيك ماتيريال ثابته، الصفات بتاعت الشخص ده ما اتغيرتش، ما حدش عرف حكايه التحويل دي خالص. تمام، الا اللي عمل تحليل وشاف ان الكروموسومات مبدله اماكنها، لكن هل حد شاف صفات غريبه؟ لا. هل العدد بتاعه غريب؟ لا. يبقى ده اسمه بالانسد ترانسلوكيشن. تمام، طيب نيجي للريبرتونيوم ترانسلوكيشن. الريبرتونيوم ترانسلوكيشن معناها ان انا عندي 2 كروموزومات قرروا ان هم يلتحموا ببعض. طيب ازاي؟ الجزء الكبير هنا والجزء الكبير في الكروموزوم ده لزقوا في بعض، والاجزاء الصغيره وقعت، يبقى انا كده فقدت الكروموزوم كامل، صح؟ يبقى العدد بدل ما 46 هيبقى 45. طيب هل الشخص ده الجيناتيك ماتيريال بتاعته اتأثرت؟ لا ما اتأثرتش. ليه؟ لأن الأجزاء اللي فقدت الصغيرة دي ما عليهاش جينيتيك ماتيريال، ما عليهاش صفات، فأجزاء ما لهاش لازمة. تمام؟ يبقى إجمالا الشخص ده هل صفاته تتغير؟ لا. أنا واحدة عندي مثلا لا قدر الله روبرتوني ترانسلوكيشن، هل حد شايف علي أي أبنورماليتي؟ لا ما فيش خالص. لكن أنا هيعمل لي تحليل هيلاقي ان انا عندي الخلايا بتاعتي 45. تمام، طيب بتظهر المشكله في ايه؟ المشكله بتظهر في الجيل الجديد، في الايه، في الاطفال الجديده. الست دي مثلا ادت الاوبن بتاعها، تمام، والراجل ادى السبيرم، هنلاقي مثلا هو ادى 14 و21 وراح تام اديها برضه 14 و21. تمام، المشكله بقى ان عندها كروموزوم 14 اللي هي نزلته، ده الكروموزوم اللي كان لازق في ال 21. تمام، يبقى كده الطفل ده فيه كام 21؟ 21 من الاب و21 من الام، و21 من الام اللي كان نازل على 14. تمام؟ هي دكتوره امنيه مستنيه ردك. طيب تمام، حلو خالص. اجمالا الطفل ده عنده 3 كروموزوم 21، واحنا اتفقنا كلمه داون تساوي رايزومي 21، يعني عنده كروموزوم 21 بيتكرر 3 مرات. تمام؟ هنا بقى بيسموها ايه؟ انبالانس ترانسلوكيشن. معناها ايه؟ لا ده بدا يظهر عليه اعراض، ده الواد ده هيطلع داون سيندروم، يبقى بدا يظهر، كشف المشكله اللي كانت عند اهله وما كانوش واخدين بالهم منها. تمام؟ طيب نيجي بعد كده اول سؤال هنتكلم على
كل ده انا بشرح النظري، يعني كل ده المفروض افهمه عشان افهم داون سندروم ده جه منين. فاول سؤال بيسالك في الداون سندروم، هل المشكله دي ليها علاقه بان هم جواز قرايب، يعني الراجل ومراته مثلا ولاد خاله، هتفرق معاك؟ ملهاش اي علاقه. ليه؟ لان ما هواش اوتوسوم ريسيسيف ديزيز بيعتمد على كونسانجنس مارج. لكن الكلام ده الاوتوسوم ريسيسيف بيفرق في مرض زي الثلاسيميا، زي اغلب حاجات اللي هي الميتابوليك ديس اوردر، الكلام ده كله. لكن في حاجات الداون سندروم ملهوش علاقه. تمام؟ طيب امال ايه علاقته؟ او بمعنى اصح هتنصح الام ازاي؟ انا في جدول هصوره برضه باذن الله وابعته لكم، يعني هو نفس تقسيمه اللي هي موجود الصفحه من 342 343، انواع الداون سيندروم ايه؟ لان بناء على كل نوع هتبقى الكونسلنج للام مختلف. بمعنى انا عندي ثلاث او اربع مجموعات. الداون سيندروم ده كان بسبب حاجه اسمها الترايزوم 21 الريجولار ترانسلوكيشن، تمام؟ او اللي هي الريجولار او النون ديسجنكشن، ده اول نوع. يا اما النوع الثاني اللي هو اسمه ترانسلوكيشن اللي هو روبرتينيان ترانسلوكيشن، يا اما النوع الثالث اسمه موزايكل، يا اما ميوتيشن طفرات. تمام؟ يبقى انا عندي كام نوع من الداون سندروم؟ اربع انواع. طيب 97% من حالات الداون سندروم بتبقى نون ديسجنكشن. ايه مشكله النون ديسجنكشن؟ اللي هي اول حاجه قلناها دي الكروموزومات اللي ما بترضاش تفارق بعض، تمام، في عمليه الميوزس، وبالتالي الام مش بيبقى باين عليها اعراض. تمام؟ هي دايما بتبقى مرتبطه بكبر سن الام. الامهات اللي بتولد في ال40 الاوبن بتتعرض لراديشن ومش عارفه ايه وشعاع وكاني وما، المهم الاوبن يبدا ايه الكروموزومات فيها ما تسيبش بعض، فيحصل عمليه النون ديسجنكشن. الام سليمه ما عندهاش اي مشكله، ولو عملنا كروموزومات هي إيه سليمه، ولكن بتدي للطفل اوبه فيها ايه نون ديسجنكشن 2 ان بلس 1. تمام؟ السبيرم عادي هيبقى الان بتاعته كويسه، يبقى اجمالي بقى الطفل ده عدد الكروموزومات فيه كام؟ 47. يبقى دايما لما الاقي الام الداون سندروم ده كبيره في السن بقول في الغالب ده نوع النون ديسجنكشن. طب ايه نوع النون ديسجنكشن؟ هل الام الكروموزومات بتاعتها فيها مشكله؟ لا كده. تمام؟ يعني لو كشفنا على الام انها كروموزوماتها كويسه. طيب ده مرتبط بكبر سن الام؟ ايوه مرتبط. كل ما سن الام بيزيد كل ما نسبه النون ديسجنكشن بتزيد. وكان في زمان كده جدول، يعني عندنا احنا في الماستر وكده، يقول لك مش عارفه من 35 ل 30، من 30 ل 35 مش عارفه يزيد ريسك كام، من 35 ل 40 ريسك كام. تمام؟ لكن هو مع كل ما كبر سن الام كل ما عمليه الايه داون سيندروم دي الريسك بتاعها بيزيد. طيب كروموزومات الطفل قد ايه؟ 47. طب حصلت ايه؟ حصلت علشان الاوفا كان عندها مشكله النون ديسجنكشن اثناء عمليه الميوزس. تمام؟ طيب هل نسبه ان الام دي طيب ان هي تجيب طفل تاني داون سندروم؟ قال لك زيها زي اي نورمال بوبيليشن، واحد على 700. تمام؟ يعني تخلف تاني او مفيش مشكله. تمام؟ نسبه الحدوث بتاعه واحد على 5% بس من اطفال الداون سندروم. ده ايه مشكلته؟ ده الروبرتسون، ده اللي هي الكروموزومات في الاب او في الام التصقت ببعض وعملت كروموزوم مختلط 14 21. فلما نزل اللي انا شرحتها الامنيه من شويه، فلما نزل ال 21 لوحده من الام و21 من الاب، وال 14 اللي كان عليه ال 21، فبقى طفل عنده ثلاث مرات من ال 21. تمام؟ طب هل ده مرتبط بسن الام؟ لا، وفي الغالب الامهات صغيره. يبقى انا بقى ناصح لو دخلت لجنه ولقيت ام سنها صغير ومعاها طفل داون سندروم اقول ده في الغالب ترانسلوكيشن. طب لو الام سنها كبير يبقى اللي هي النون ديسجنكشن. تمام؟ طيب الام لو انا الام او الاب، يعني لو عملت لهم تحليل هلاقي عندهم مشكله؟ اه، دول بقى اللي بلاقي عليهم ريبورسونيان ترانسلوكيشن، هلاقي عدد كروموسوماتهم 45 بس هم ما اشتكوش من حاجه، او خلاياهم ما فيهاش مشكله، مشكلتهم في اللي هيجيبوه بعدين في الاطفال. طب الام تقول لك طب يا دكتور انا لو خلفت تاني، اقول لها بصي يا تلت العيال هتبقى داون، تلت نورمال، والتلت هيبقى ترانسلوكيشن كارير ويجيب اطفال داون بعدين. تمام؟ بس مش هضل بحياتها، يعني اقول لها التلت نورمال والتلت داون والتلت هيبقى حامل لنفس المشكله اللي عندك. يعني المشكله كانت عندي ولا عند جوزي؟ والله هنعمل كارير تايبنج وهنشوف مين اللي عنده الروبرتسونيان ترانسلوكيشن، وبالتالي هو مش معتمد على سن الام، ملهوش علاقه، بدليل ان احنا قلنا بيجي في سن الام الصغيره. تمام؟ طيب كلمه الموزايكل
مزيكز معناها ايه؟ يعني احنا نقدين احنا كلنا الحمد لله مش داون ولا اي حاجه، ممكن تلاقي الخلايا نفسها بتاعتك وهي بتعمل الميتوزس، عمليه اللي هي التكاثر العادي بتاع الميتوزس الخلايا العاديه، حصل نان ديسجنكشن، وبالتالي تلاقي مجموعه من خلاياك ماشيه 47 ومجموعه ماشيه 46، هل اثر عليك؟ لا. تمام، بدليل ان انت طلعت انسان عادي. لكن في نقطه كده صغيره، يعني يقول لك ايه، السؤال كان لاقين دايما يجي يقول لك امتى تلاقي طفل داون سيندروم بس ذكي، او امتى تلاقي طفل داون سيندروم بس ما فيهوش كل العلامات لو كان مذاكر. هو اولا نسبه حدوث 1%، تمام. طب هو ليه ذكي؟ لان هو عنده مجموعه من الخلايا 46 عاديه ومجموعه تانية 47، تمام. طيب اخر حاجه خالص، طبعا الرد بتاعنا كان دايما في اي مشكله يقول لك ايه، طفرات. يبقى انا عندي داون سيندروم ده نتيجه حاجه من اربعه، يا اما اللي هو الريجولار اللي هو النمبر جنكشن اللي هي الام بتتهم فيه انها كبير، الاوفن بتاعتها عملت نمبر جنكشن هي نفسها طبيعيه، لكن الاوفن طلعت منها كانت حصل لها نمبر جنكشن، وبالتالي ادت الطفل كان 47، رغم ان هي وجوزها لو عملنا كاري تايبنج. كلمه كاري تايبنج يا جماعه معناها ان انا اشوف الكروموزومات عددها كام او شكل الكروموزومات ايه، لو هي جوزها عملنا كاري تايبنج هتطلع كام؟ 46 عادي، لكن الطفل اللي هي هتجيبه هيبقى 47، تمام. طيب الترانس لوكيشن، في الهيروبروسينيان ترانس لوكيشن، لا حد فيهم يا الاب يا الام كان عنده روبرتسونيان اللي هو كان عدد كروموزوماته 45، اللئيم ده اللي ما كانش باين عليه اعراض، تمام. لكن زي ما احنا قلنا ان هو بينزل كروموزوم مختلط وكروموزوم عادي، والزوج او الشخص الاخر بيديله كروموزوم عادي، يبقى كده عنده 3 مرات من ايه؟ من الكروموزوم 21، وبالتالي نسبه حدوثه عاليه، يعني نسبه ان العيله دي تجيب داون، انت تلت عيالك ممكن يبقى ده، التلت نورمال، التلت يبقوا ايه، كارير حاملين للمرض، تمام. الاخير اللي هو موزايكيزم اللي هو الشخص العادي جدا، التلت لا تاني يا دكتوره منيه معلش، التلت ايه يعني، يا ريت تعيد السؤال تاني بس مش ملحقش اخد بالي منه. هي التلت اللي يبقى حامل دايما اناث، حضرتك قلت يعني ان ايه؟ حضرتك قلت ان في تلت بيبقى عنده المرض وتلت سليم وتلت بيبقى حامل، هو دايما بيبقوا الناس اللي حاملين المرض دول؟ لا، كلمة حامل يعني كارير، يعني شايل المرض، لا مش شرط يبقوا بنات أو ولاد، مش شرط، تمام؟ تمام ماشي، هو مش شرط ولاد أو بنات، يعني لأن هو الميوتيشن اللي حصلت دي بتنتقل، ملهاش علاقة، ما يعني مش زي مثلا حاجات السكس لينكد مثلا بتروح للولاد بس أو كده، لا دي ولاد أو بنات على حسب، تمام؟ لكن هو بيبقى شايل او حامل ليه الديفكت ده، وبالتالي نفس اللي حصل مع الاب والام وارد ان الطفل نفسه يجيب اطفال داون سيندروم، تمام. كلمه مزيكزم هي دي اللي غريبه شويه، معناها ان الخلل اللي بيحصل لي اثناء عمليه الميتوزس الانقسام العادي بتاع الخلايا، فتلاقي مجموعه من الخلايا 46 ومجموعه تانية حصل لها عمليه النانجز جنكشن فبقت 47، وعشان كده بتلاقي ممكن الطفل داون سيندروم لكن ما فيهوش كل العلامات، تمام. النوع الرابع طبعا هو الميوتيشن. طيب احنا كده خلصنا، تمام. لو في اي اسئله باذن الله او اي حاجه هيبقى مع دكتور احمد دكتوره امنيه او على الواتس، يعني مع رقم اعتقد معاكم كلكم، تمام. وبالتوفيق يا دكاتره ان شاء الله، مع السلامه.